إخواني أخواتي السلام عليكم، نرحب بكم في حلقة جديدة من سلسلة ترقيم النبات مع نبات القيز ويسمى يعني السلسفي ويسمى عند الأمازيغ إيلومان، هو من الفصيلة المركبة. هذا النبات هذا غني بالبروبيوتيك يعني ويستعمل يعني في كبح الشهية والجوع، وهو يعني خضروات يعني من انواع الخضروات يعني غنيه بالالياف والنباتات غنيه بالالياف، وهو مهم يعني لتامين يعني فيتامين بي 9، ثم يعني مهم للمغنيسيوم والكالسيوم والزنك، وهو يعني النبات الوحيد اللي ليست له اي اثار جانبيه، ويفيد في علاج اللثه ويقف إسهال وألم المعدة وعلاج سوء الهضم. فهو نبات يعني نبات ممتاز وجيد بمعنى الكلمة.